السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. قابلي النهاردة هيكون مختلف عن الفيديوهات اللي انا بقدمها. هو احنا يعني انا هوريكم شكل المكوى ده. طبعا الغالبية العظمى مننا او جزء يعني الله اعلم، انا مش عارف في ناس شافتها قبل كده ولا ايه، يعني انا اول مرة اشوفها. طبعا هي دي حاجات من التراث، يعني المكوى دي من سنة 1300، هي ماركة يعني، هي معلش الزمن يعني جار عليها زي ما بيقولوا. هي ماركة مارك فابريك، طبعا هي ماركة مشهورة ومعروفة يعني. المكوى دي يعني كانت اول ظهور للمكوى. طبعا احنا بعد كده شفنا طبعا المكوى الكهرباء والمكوى البخار، دي يعتبر من اول ظهور للمكوى. هي كانت بتبقى عبارة عن قطعة حديد، طبعا في منها اشكال تانية مختلفة. يعني بتهيألي كان على حد علمي ان الرومان كان اول ما كانوا اتعلموا المكوى، كانت الرومان بتهيألي يعني كانوا بيحطوا الملابس بين قطعتين من الخشب عشان تتفرد. بعد كده ابتدوا بقى يطلعوا في المكوى دي، لان عارفه ان دي تاريخ صنعها كانت سنه 1300. بعد كده يعني دي مختلفه شويه، طبعا في اشكال منها مختلفه، بس هي مجرد المجمل واحد ان هي بتبقى قطعه حديد وبيسخنوها على النار. بس فيما بعد يعني مثلا كانوا ساعات بيسخنوا، وبعد كده اكتشفوا ان هما ممكن يحطوا زي المكوى دي برضو بيتحط فيها فتيل او رملة سخنة عشان مش كل شوية نقف نسخنها على النار. ده هو الشكل. اول حاجة هي بتكونة من قطعة حديد تقيلة جدا، يعني على فكرة هي تقيلة جدا، يعني حوالي 5 كيلو 6 كيلو، يعني زي براحتك كده. فعلا عايزة مجهود، يعني معرفش كانوا بيكوا بيها ازاي، احنا هنستعملها ونشوفها برضو كانت بتكوي ولا لا. الماركة هي ماركة زي ما قلت لكم، مارك فابريك، مش عارفة هي واضحة ولا ايه، مش واضحة يعني، بس انا هحاول اطلع ده غطا، انا هحاول اظهره فيما بعد. القطعة دي بتبقى معمولة من النحاس عشان ما تصديش، هي مفروض بيتحط فيها فيها فتيل يعني من جوه. انا هوريها لكم دلوقتي، هفتحها. الغطا هو ده المفروض مكتوب عليه الماركة بتاعتها، يعني انا مش عارفه اشيلها منين، هي تقيله قوي يعني. ده الفتيل اللي بقول لكم عليه، هو بيبقى لازق تحت، هو متثبت تحت قوي يعني مش بيتحرك كله، في اجزاء طبعا انا هحاول اطلعها عشان اوريها لكم. هي بتتشال كلها كده، هي مفروض طبعا ان هنا بيتحط الفتيل ده عشان يولع، يعني دي الفتحة دي متصلة بفوق بالقبة دي اللي بتحط فيها الفتيل، وطبعا عشان تسخن الجزء الحديد اللي هو من تحت. دي فكرتها طبعا، عشان كانوا زمان بيسخنوها على النار، فكانت طبعا بتاخد وقت ومجهود لان كانت بتبرد. فدي يعني عملوا الفتيل ده عشان يحطوا فيه البنزين، لا بنزين هتبقى صعب قوي، هيحطوا فيها الجاز او السولار مثلا، سي مش عارفه، عشان تبقى المكوه على طول محتفظه بالسخونيه بتاعتها. انا بحاول ابين لكم الماركه بتاعتها. يعني هي ممسوحة طبعا مع الزمن، زي ما قلت لكم المكوة دي من تاريخ الصنع بتاعها ألف سنة 1300، يعني أكتر من 700 سنة، أو إحنا في سنة إيه 2022، يعني 722 سنة، أكتر من 722 سنة. زي ما قلت لكم إن الجزء ده ثابت، هو الفتيل أنا هحاول أطلعه، يعني هو جزء ثابت منه بس أنا هحاول أشده بالسكينة كده، يعني هحاول اطلع جزء منه، هو لازق يعني. انا حاولت اشد قبل التصوير، كان ثابت تحت خالص في الفتحه اللي انا موريها لكم دي، عشان لما تسخن يسخن الفتيل بعد ما نحط له عليه الماده اللي بيولعوا بيها الفتيل، يعني تسخن المكوه وتحافظ على السخونيه بتاعتها. بس هي بتطلع من هنا، شايفينها ان هي مسوديه شويه عشان هو النار بتطلع من هنا، عشان كده عامله علامات سودا. يعني هنحاول نركبها بقى تاني، واحاول اجرب طبعا نروح نشوفها كانت بتكوي ولا كانوا بيستعملوها ازاي.
يعني تقيلة فعلا. انا يعني زي ما سمعت برضو ان المكوة دي كانت زمان يعني كانت مش عند اي حد، لان كانت بتحتاج مجهود جامد جدا. هنروح، انا طبعا انا مش هولع، انا مش عارفة احط ايه في الفتيل ده، فانا هسخنها على البوتاجاز. يعني كأن الفتيل دي، كأن القبة دي مش موجودة خالص، هستغنى عنها. هي كانت زمان ممكن تبقى قطعة معدنية حديد بس كده. هسخنها بقى على البوتاجاز زي ما قلنا. اكيد هتاخد وقت طبعا طويل شوية، ان هي قطعة حديد سميكة جدا. والايد الخشب دي اللي هم عاملينها طبعا عشان تمنع وتعزل الحرارة عن الايد، عن اللي هيستعملها، ما تبقاش تسخن، ما يقدروش يعملوها كلها طبعا حديد. انا احضر اي قطعة قماش، يعني طبعا جبت حاجة مش محتاجاها عشان لو باظت، انا ما جربتهاش قبل كده خالص. وكنت عارفة طبعا ان هم بيحطوا زي قطعة قماش تانية، يعني مثلا الزرقاء دي الحاجة اللي انا عايزة اكويها، وبعد كده بيجيبوا قطعة قماش قديمة عندهم مثلا، كانوا اسمها فودرة باين او حاجة كده، بيحطوها على القماش. فانا هحاول اعمل زيهم يعني، واشوف هتكوي ولا لا. احنا طبعا شفنا الكسرة اللي كانت في القماشة الزرقاء والبني برضو، الاتنين كنت حاولت ان انا اكسرهم شوية. طبعا الحركتها تقيلة جدا، صعبة جدا على فكرة. هي فردت البني وفردت الازرق برضو، بس يعني ربنا كان معاهم. يعني الصراحة ان تقيلة جدا، يعني فعلا الاختراعات سهلت علينا حاجات كتيرة قوي. يعني لو دي ما زلنا احنا، ان كنا ممكن اصلا نخرج بالهدوم مش مكوية، لان هي متعبة. هي طبعا لازم الفودرة عشان الحديد طبعا، بس انا قلت ايه يعني، بما ان هي القطعة مش حاجة قديمة يعني، فمش هتفرق. فانا حاولت اثبتها برضو، يعني حركتها صعبة على فكرة جدا. هتعمل علامة كده، زي ما انا قلت، لازم ان نحط الفودرة نفسها او القماشة اللي هم كانوا بيستعملوها عشان الحديد. دي قطعة حديد طبعا، اكيد هتعمل علامة في القماشة نفسها. بس في الاخر كوينا القطعة وعرفنا ان هي كانت فعلا بتكوي، يعني مش اي كلام. هي كفاية تقولها اصلا هيفرد اي حاجة، يعني كفاية السمك بتاعها. هي وضحت طبعا ان فكت معايا كذا كسرة. حبيت اشارك معاكم شكل المكوه واوريها للي ما شافهاش، او نجربها برضه، او نشوف ازاي هما كانوا بيعرفوا يكوا بيها، او كانت درجه المكوه بتطلع ازاي. هي صراحه بتكوي كويس جدا، بس طبعا بصعوبه جدا. وبنصحش ان لو حد عنده اصلا يحاول يجرب. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.